السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. ما يحدث في روسيا من روسيا في أوكرانيا يدمي القلوب، مشاهد مفزعة. طبعا إنها الحرب يا صديقي، الحرب الذي يعني زي ما تنهي الأخضر واليابس يعني، لكن زي ما حضروا مشاهد المصريين وبعض البنات اللي بيدرسوا هناك والفيديوهات والصور وبيطمنوا أهلهم على قد ما يقدروا إنهم داخلين المخابئ وبتاع. أتمنى إنهم السفارة المصرية تقدر تتواصل معاهم ويقدروا في أسرع وقت يعودوا إلى مصر. يعني طبعا كل العرب، كل اللي موجودين في أوكرانيا ومش قادرين يخرجوا يروحوا هنا ولا هنا، طبعا احنا مع يعني قلوبنا مع الشعب الأوكراني يعني، لكن زي ما بيقولوا كده شر البلية ما يضحك. للأسف القوي هو اللي الناس كلها بتسنده. يعني حتى عندنا في البلدان العربية لما تسمع التصريح، هو ولا التصريح كان كوميدي أول امبارح من بشار الأسد لما يعني في الإذاعة ولا التلفزيون السوري يقول لك بشار بوتين استشار الأسد قبل غزو أو قبل الحرب في أوكرانيا، استشاره؟ طب كويس والله ما خدش الإذن منه، يعني كويس إنه استشاره استأذنوه. النهارده بشار الأسد بيقول لك والله هو بيدافع عن مصالحه بيدافع عن حقوقه، وأوكرانيا جزء من روسيا، وشوية بوتين يقول لك إحنا بنحارب الإرهابيين، وكل ما واحد يتزنق، كل ما واحد ابن 60 كلب يتزنق يقول لك إحنا بنحارب الإرهابيين. كل ما واحد يتزنق يعني عندك بتاع في الاسرائيليين اللي كفره الصهاينه لما بيقتلوا في اخواتنا الفلسطينيين يقول لك احنا بنحارب مجموعه قله من الارهابيين اللي هم حماس بيسموهم ارهابيين. لما تلاقوا احنا بنحارب الارهابي يا اولاد الكلب يا اولاد بتقتلوا وتبيعوا نفسكم. ده انا شفت مشهد في روسيا، حرب الدبابه الروسيه ماشيه في اوكرانيا، قبلها عربيه راحت داخله عليه دايس عليها، ايه الدائر ايه الارهاب كده؟ راجل مدني راكب عربيته وماشي يا اولاد ستي. لكن احنا بنتكلم مين؟ انا بنتكلم مين؟ هم سامعيننا الروس وهو بوتين. لكن زي ما بقول لحضراتكم كان الله في عون الشعب الاوكراني والرئيس الاوكراني اللي بيقول لك بيكلم رؤساء الاتحاد الاوروبي بيقول لهم يمكن دي اخر مره تكلمكم وانا حي. ربنا ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش الدرجه دي القوه 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 يعني بتحكم كل. طب فين امريكا؟ امريكا اللي كانت بتقول لك الكبير اللي بيغلط تدي له، فين امريكا؟ امريكا بتشعل وتقعد تتفرج ومجلس الامن نشجب ندين نعمل مش عارف ايه، وبتاع المانيا رئيس المانيا يطلع يقول لك اتوسل اليك يا بوتين بطل. تتوسل مين يا عم؟ تتكتلوا وتوقفوا الراجل المجنون ده عند حد يعني يا جماعه. لكن زي ما بقول لحضراتكم محدش، كل هي الدنيا مصالح. مصلحتي مع مين؟ لو مصلحتي مع بوتين كله هيسقف لبوتين، لو مصلحتي ضد بوتين هيهاجم بوتين. لكن احنا دائما وابدا مع المظلوم، وربنا يسترها علينا وعلى اهالينا وعلى كل واحد ليه ابن اخ بنت بتدرس في اوكرانيا او اجوارها يعني. ربنا يحفظ الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. برضو من ضمن الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، الموضوعات كثيره والله يعني. موضوع بنت سامي العدل، بنت سامي العدل، وتعرفين سامي العدل اخو جمال العدل واخو مدحت العدل، اثنين من اخطاب رجال الاعمال المشجعين الزمالك وبيدعموا نادي الزمالك ويقول لك كنا ساهمنا في عوده فلان وعلان وبيدفعوا مصاري لنادي الزمالك. فبنت سامي العدل عملت مشروع، كان في ممثل اسمه كريم الحسيني او حاجه زي كده عمل مشروع مشروبات ساخنه في العربيه بيعمل مشروبات قال عشان ما اضطرش اعمل اعمال مش عارف ايه مش عجباني من عشان اجيب فلوس وبتاع، فبحاول. هي فكرت وقالت انها عندها مشكلتها الماديه بتحلها بطريقتها، يعني هي عندها مشكله ماديه. فهنا انا بتوجه بسؤال واعتبره رجاء، رجاء مني الك يا كابتن مدحت عدل، يا استاذ مدحت عدل، انت وجمال العدل بدل ما تدفعوا فلوس للزمالك ما تشوفوا. انا مش بتدخل في شؤونك والله، لكن انا بشايف البنت طلعت واتكلمت قالت انها بتحل مشاكلها الماديه. انت عارف لو هي بتقول انا عايز اثبت ذاتي ما كنتش فتحت بوقي، لكن هي قالت بحل مشاكل الماديه بطريقتي.
فما ده بنت اخوكوا يعني، اللي بسم الله ما شاء الله كل عمل بتنزلوه اهداء الى روح الفنان سامي العدل يعني. فدي بنت سامي العدل، ما تشوفوا ظروفها الماديه عامله ايه، وبدل ما بتدفعوا لنادي الزمالك ما تحلوا ادفعوا لبنت شقيقكم الكبير بتاعكم اللي ادخلكم هذا المجال، كان سبب ان انتوا تعملوا ده. انا ماليش فيه، انا ماليش فيه يا عم الحاج، لكن انا بقول لك نصيحه يعني، نصيحه يا استاذ مدحت يعني. تعالوا بقى نتكلم في موضوعاتنا بسرعه يعني. دوري ابطال افريقيا المجموعه الاولى، النادي الاهلي، مجموعه النادي الاهلي طبعا هيلعب بكره. النهارده كان في مباراه الهلال والمريخ بيلعبوا في القاهره على استاد الاهلي والسلام. المريخ السوداني كسب الهلال السوداني 2-1. امبارح كان في المدير الفني في المؤتمر الصحفي بتاع الهلال قال لك الاهلي فلت مننا، فلت مننا. النهارده راح المريخ مديله. طب ترتيبه ايه؟ الهلال في المركز الاخير متزايل بنقطه وحيده. طب النادي الاهلي عنده نقطه بس من مباراه، الهلال عنده نقطه من ثلاثه، جابوا نقطه للراجل. اياه فلوسك ضاعت يا صابر، يا صابر قتلتني يا صابر، يا قاتل يا ابن القتله. ده زكي رستم في فيلم بتاع مش عارف الطريق ولا بتاع هدى سلطان وشكري سرحان، وكان في رشدي اباظه لما اتعمى وهو كان بيحب شكري سرحان وما بيحبش رشدي صابر، كان اسمه رشدي اباظه، قتلتني عميتني يا صابر، يا قاتل يا ابن القتله، وفلوسك راحت يا صابر. دفعت فلوس، يقول لك الاهلي افلت، افلت منين؟ يقول لك الفتى المدلل. طب اهو ما بقالناش علاقه احنا، بني بلدتك، بني بلدك الهلال عمل الجلاشه. النهارده مويره زوجة موسيماني وكيلة اعماله كتبت بوست على تويتر بتدعم فيه النادي الاهلي، والبعض اعتبره نوع من انواع يعني مش مجرد تشجيع ودعم النادي الاهلي على قد ما انه هو اقتراب لوصول اتفاق تجديد عقد بيت موسيماني. كتبت من خلال صفحتها على تويتر قالت حظ موفق لنادي القرن، الرئيس، مجلس الاداره، الفريق الفني، اللاعبين، ونحن ايضا كمشجعين. الاهلي اكبر من اي شخص يعني، الاهلي فوق الجميع يعني. ده كلام ويرة، وبعض الناس بقى بيحاول يقول والله الاهلي فوق الجميع يعني، هي ممكن تقول الاهلي الجميع كده ممكن موسيماني ما يجددش، لا بنسبه كبيره. خلاص انا قلت لحضراتكم اليومين الامور كلها اتفقوا عليها، هيجدد سنتين مع سنه ثالثه قبله يعني بنفس الالتزامات بتاعه العقد، شرط الجزاء هيبقى 3 شهور، والاعلان هيكون قريبا جدا جدا جدا. بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي، بيتسو موسيماني ما قبل مباراه الغد، طبعا مباراه بكره فيها حضور جماهيري من نار، نار يا حبيبي نار، جماهير الزمالك ولاعيبه الزمالك هتنزل هتنبهر من الحضور الجماهيري، مش 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30، لا بيقول لك من 35 ل 40، وفي ناس بيقول لك انهم طبعوا تذاكر 50,000، 50,000 هيحضروا مباراه الزمالك بكره. طبعا الكل بيتكلم على ان نادي الوداد مش في حالته، اتغلب في اخر مباراه ليه تقريبا من حسينيه الاغاثير تقريبا بهدفين، فبيقول لك مش في حالته، لكن كان في غيابات عن نادي الهلال، لعيبه مريحه بيستعدوا لهذه مباراه نادي الزمالك. اعتقد ان الزمالك ممكن يشيل في هذه المباراه ودعواتكم. فزي ما بقول لحضراتكم المؤتمر الصحفي باتريس كارتيرون كان بيتكلم بيقول لمرتضى منصور يعني فيما معنى الكلام ما بين السطور، انا قاعد، انا قاعد يا واد عمي، ها ما رحلش، انا قاعد اجرفكم او تمشوني تدفعوا لي الشباب. الراجل بيقول لك ايه، اتمنى البقاء مع الزمالك حتى تحقيق بطوله كبيره، وسنقاتل من اجل الفوز على الوداد وتعديل موقفنا في البطولات. طب بطوله كبيره بقى اللي هي بطوله الدوري، بطوله كبيره اللي هي دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا مكمل معانا لحد شهر 6 مثلا، الدوري المصري لحد شهر 8، فانت حبيت انا مكمل بقى زي ما نكون. خسرنا البطوله بتاع دوري الابطال فانا قاعد على قلبكم في بطوله الدوري المصري، اوعى حد يتكلم ولا حد يفتح بقه يعني. النهارده كان في مباراة لكرة اليد ما بين النادي الأهلي والزمالك انتهت بالتعادل 31-31، ويا صديقي أنا ما بفهمش في موضوع التحكيم بتاع كرة اليد للأمانة عشان ما أظلمش الحكام، لكن بعض الناس قالوا إن الحكام ظلموا النادي الأهلي، وخصوصا النادي الأهلي كان قرب من
كان متأخر وبعدين اتعادل وكان قرب ممكن يزيد، فحصل كل شوية يوقفوا لعيبة وكلام من هذا القبيل يعني. لكن المباراة انتهت بالتعادل بين نادي الأهلي والزمالك. الزمالك برضو نوع من أنواع فك النحس كده، وكأنه ممكن يكون حد عامل له عمل ولا حاجة، بيذبح عجل يعني، يذبح عجل قبل مباراة الوداد لفك النحس. عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية اتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز. بعض الناس قالك ممكن تتأجل، وكان امبارح بعض الناس الزملكاوية قالك هتتأجل هتتأجل. طلع عامر حسين قالك المفروض المباراة هتتلعب، يعني كانت المفروض تتلعب في الجولة الثامنة يوم 30 ديسمبر، ولكن تأجل اللقاء بسبب معسكر منتخب مصر، والمباراة هتتلعب يوم 8 مارس وفقا للجدول المعلن من جانب رابطة الأندية. وقال لك بشكل واضح وصريح لا توجد نية لتأجيل المباراة، ولم يحدث أن طلب النادي الأهلي ما طلبش، وإحنا مش هنأجل والمباراة في ميعادها. وقال لك بعد تحديد ميعاد مباراة صن داونز يوم 12، مباراة يوم 8 ومباراة صن داونز يوم 12، وبالتالي مفيش أزمة في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس. ده بالنسبة لكلام الحاج عامر حسين. وعشان يكون بيراميدز فرقة جامدة يا جماعة، بعد اللعيبة اللي جابوهم يعني جابوا إبراهيم تراوري تقريبا، اللي إبراهيم اللي هو اللاعب بتاع بوركينا فاسو، تعاقدوا معاه لاعب جيد في خط الوسط، تعاقدوا مع محمد صادق في الإسماعيلي، تعاقدوا مع لاعب مهاجم من جنوب أفريقيا، لا بقت فرقة جيدة. علشان كده أنا هستعين بكلام أمير مرتضى منصور اللي قاله من سنتين ثلاثة، لما قال اللي بينافسنا على الدوري السنة دي بيراميدز. إحنا وأنا واحد من جماهير النادي الأهلي بقول اللي بينافسنا السنة دي لآخر لحظة على الدوري هو بيراميدز. الزمالك طلع من المنافسة، المنافس المباشر ليا هذا الموسم بشكل كبير يعني هو النادي بيراميدز. طبعا بعد قرارات الاتحاد الأوروبي يا أخي بجاحة ما بعدها بجاحة. أنا اتكلمت عن تدخل الرياضة في السياسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم قرر نقل مباريات، الاتحاد الأوروبي نقل مباريات نهائي دوري الأبطال كان الاتحاد لها تلعب في سان بطرسبرج، نقلوها لباريس يعني. فالاتحاد الروسي بيستأنف بيقول لهم عيب اللي أنتوا بتعملوه يا إخوانا، يعني اللي بيحصل في أوكرا، إحنا بلد آمن، ليه تطلعوا اللي بيحصل ده زي بعض فنجان؟ مصارين الاخ بتتخانق، عمرك شفت مصران خرج بره البطن لما اتخانق مع مصران اخوه؟ قال لا يا عم الحاج، قال خلاص بقى انتوا بتخلطوا السياسه بالرياضه ليه؟ ما تخليكم حبوبين كده وحلو. بجاحه يا اخي ما بعدها، عمري ما شفت بجاحه. لكن تاني وتالت اللي معاه القوه هو اللي يسيطر. مدرب صن داونز برضه مش عاوز يسكت. بكوينا المدرب المدير الفني لنادي صن داونز اتكلم عن انه منتظر مباراه النادي الاهلي بفارغ الصبر، وقال انه سعيد بمواجهه النادي الاهلي في القاهره. واتكلم المؤتمر الصحفي قال لك انه لا يوافق على ما يتم الترديد في صن داونز، فقد انيابه واحنا عندنا انياب ومن اقوى الفرق في القاره. واتكلم وقال ان انا يعني شاهد 10 مباريات للنادي الاهلي، اهمها مباراه السوبر مع الرجاء ومواجهه النادي الاهلي صن داونز في الموسم الماضي. وقال انه عنده قناعه ان الاهلي هو افضل واحد افضل فرق القاره، وقال ان الاهلي من الفرق التي لا تغير خططها بشكل مستمر وثابته في طريقه ادائها. ده ظهر في اخر مبارياته بثلاث لاعبين في خط الخط الخلفي، ومره اخرى باربع لاعبين. وقال محمد عبد المنعم لاعب جيد جدا، اشاد بمدافع النادي الاهلي، وياسر ابراهيم ورامي ربيعه هو احد اهم اللاعبين اصحاب الخبره، ليس لديهم لاعبون اصحاب خبره في مركز الظهير الايمن. كلمه مكان بعد اصابه اكرم توفيق، وسيكون البديل محمد هاني، عوده محمد شام مهمه ليهم. وقال اتوقع ان يلعب موسيماني بثلاث لاعبين في الخط الخلفي، كما ان اليو ديانج وحمدي فتحي لاعبان جيدان للغايه في وسط الملعب، اخطر لاعبي الاهلي وعلي معلول، ويفعل الكثير في الناحيه الشمال جهه بها الشمال. خط الهجوم مع عوده بيرستاو مهمه طبعا، محمد شريف ومحمد قفشه لاعبين كبار ويمثل. هو بيقول لك يعني انا عارفكم وحافظكم يا موسيماني وبتاع، بيقول لك ايه الاهلي بيلعب بالطريقه دي، فانا حافظ الطريقه دي على اساس ممكن يسخن موسيماني يلعب بطريقه ثانيه يعني. تفاصيل الاجتماع الفني النهارده اللي حصل في النادي الاهلي، حضر الاجتماع من جانب النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكره، سمير عدلي مدير الهيئه، وماهر عبد العزيز، وائل
محمد الاداريين بالفريق بإضافة الى الجهاز الاداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الافريقي، واستقر الاجتماع على اتفاق على زي الفريقين. النادي الاهلي هيرتدي طبعا الزي التقليدي الاحمر، وصن داونز هيرتدي الزي الاصفر والشورت الازرق. اما بالنسبه للامور التنظيميه، موعد وصول الفريقين الملعب، انطلاق الى الملعب وموعد تتفق على كل شيء، الاحماء قد ايه وقبل المباراه قد ايه وكلام من هذا القبيل. موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران اللي يقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ملعب المباراه يعني التدريبه الاخيره قبل المباراه. طبعا مباراه النادي الاهلي هتكون في استاد القاهره، لان زي ما انتم عارفين سابس ملعبه في مباراه افريقيا فقط يعني لنادي المريخ السودان استاد الاهلي والسلام الفريق. وكره قدم النادي الاهلي قدم رانو الختامي مساء اليوم على ملعب التتش استاد مباراه صن داونز، وتم السماح لوسائل الاعلام بحضور ربع ساعه الاولى. كل الامنيات الطيبه ان شاء الله للنادي الاهلي. بيتسو موسيماني مدير فني النادي الاهلي اكد ان مباراه صن داونز هتكون صعبه فنيا داخل الملعب على غرار مباراه الهلال السوداني في الجوله الثانيه من البطوله، مشير الى ان فريقه استعد جيدا لمواجهه بطل جنوب افريقيا. وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، مباراه الغد على غرار لقاء الهلال هتكون صعبه، وقال في ظروف افضل من حيث درجه الحراره وارضيه الملعب، واكد تكون افضل مما واجهناه في السودان. وقال شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلف، ويجب أن نكون جاهدين لهذه الطريقة. فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأت معه من 8 سنوات، ولكن في أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل. وعن إعداد اللاعبين نفسيا قال أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيا قبل المباراة الكبرى، لكن بالتأكيد أنا واثق ان لعيبه النادي الاهلي جاهزه وعايزين يبحثوا عن دوافع لاستعدادهم لصن داونز، لمواجهه صن داونز، لان لعيبه النادي الاهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات. وقال سعيد بعوده شيناو بيرستاو قبل مباراه صن داونز غدا، خصوصا ان الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن 7 لاعبين مؤثرين خلال الفتره الماضيه، وشدد ان اللاعبين كلهم جاهزين. وقال ان لم يكن حتى بيرستاو موجود معانا لكن مش جاهز بنسبه 100%. محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي اشاد بصن داونز، قال لاحد الفرق الكبيره في قاره افريقيا، وانه في حاله تركيز لدى كافه لاعبي النادي الاهلي، كلهم عندهم الدوافع لتخطي المنافس الجنوب افريقي. وقال انه ندرك اهميه المباراه بالنسبه لنا وعايزين نحقق الثلاث نقاط، واشاد دور اللاعيبه الكبار في مثل هذه المواجهات. وقال بعض اللاعيبه تعرضوا لحاله اجهاد خلال الفتره الماضيه، خاصه اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني. واختتم كلامه بالتاكيد على ان حضور الجماهير امام صن داونز غدا دافع قوي للفوز على نادي صن داونز. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.